من ينظر لحال هذه البناية للصناعة التقليدية بطمراست يأسف لما آلت إليه محلات العرض بداخلها، نصفها مغلق ونصفها الآخر في الانتظار، من يتردد عليها من الزوار. من 2011 البيع ما كانش في طمراست، انعدام السياحة، انعدام البيع، والله نهار نبيع خاتم وخمس أيام ما نبيع والو. البيع راهي راقدة الحالة، راقدة راقدة، السوق ما كان نهائيا. أنا وحدة الناس كون نقول لك مش بيع نكذب، كيفاش نحل من 8 ل 6 ما نبيعش؟ لا بيع لا شراء ولا التزام بدفتر الشروط من عديد الحرفيين العارضين، ممن عجزوا حتى على تسديد ثمن كراء المحل بمبلغ رمزي محدد بمرسوم. الديون تتراكم والإدارة مصرة على تحصيلها للإبقاء على النشاط بهذا المرفق العام. اللي نطموا منايا نبيعوا نحطوا دو كوتي، نبدا نلم هكايا ومن بعد نطلع عند الكونتر نعطي له. الا قدروا يمسحوها عنا يمسحوها، الا قدروا ينقصوا علينا الكاري ينقصوها، لان باش نخلصوا ما عندناش. الاداره انا من حقها، كيفاش انت تشد الحانوت ما تحلو ما تخلص ذكرى ما ترجع الحانه ما ترجع المفتاح. طالبين المساعده، بس كي حنا رانا دروك يعني كي يجي واحد الارتيزان السياح ويشوف هكا هذو الحوايج الفنيين صافي بريزي، حنا ثاني رانا نعاونوا الحاله. وجهنا لهم اعذارات، ولكن احنا ندرنا للحرفيين عاده جدوله للناس اللي راه المبالغ نتاعهم طلع وتكبر بزاف، باش انهم يخلصوا بالتقسيط. احنا الحق هذا الدور نتاعنا اللي هو اننا نرافقوا الحرفي بصح في اطار القانون اللي تسمح به الدوله. حال المحلات ليس كحال الورشات والتعاونيات، حرفيوها على قناعة بأيام أفضل أمام هذه الصناعة المرافقة للسياحة، فالمسألة مسألة وقت.